كواحدة من عشرات المرضى الباحثين عن أدوية مجانية اعتادوا الحصول عليها في الوحدة الصحية بمدينة جعار في محافظة أبين، تجلس هذه المرأة على مقعد الانتظار في المبنى الصحي الذي يمثل لها الملجأ الوحيد لتلقي العلاج، غير أن جلوسها هذه المرة جاء بعد فشلها في الحصول على الأدوية المجانية نظرا لنفادها كليا من المرفق الصحي، ما يعني أنها ستجبر على شرائها بأسعار مرتفعة تفوق طاقتها. أدوية اللي كلها غالية زي هذا 9000 شهريا، ودواء حق السكر ب 12، ودواء اللي هو صباح ومساء برضه ب 1800. عندي صاحب الصيدلية وأقسم لك بالله أنه 475000. يقول العاملون الصحيون في الوحدة الصحية التي تشهد توافد العشرات إليها بشكل يومي إن العمل فيها مؤخراً اقتصر على إجراء الكشوفات الطبية ومعاينة المرضى، في حين أن العلاجات التي توصف لهم يتم شراؤها من خارج المكان، وهي مشكلة أثرت على مستوى العمل في المرفق الطبي، إذ أن انتهاء مدة العقد الموقع مع إحدى المنظمات الدولية منذ أكثر من 10 أشهر تسبب في نفاد الأدوية المجانية في الوقت الذي تزيد فيه الحاجة إلى وجودها، نظراً لعدم قدرة الكثيرين على شرائها من الصيدليات التجارية. كان أول عندنا متوفر أدوية، كان منظمات تدعمنا حوالي 10 شهور، رفعت المنظمات عندنا، للآن نعاني من شحة أدوية. الأمراض اللي جوا عندنا تعودوا على الأدوية مجانية، للآن ما حصلوا أدوية، ما حصل اللوم رجع فوقنا، عايش معهم جلوسنا بدون أدوية بدون هذا. نطالب الجهات المختصة والمنظمات والداعمة لفت نظر للمركز ودعمه بالأدوية يستمر على ما احنا عليه. مطالبنا شهريا ومكتب صحة عال بالماضي هذا، والمنظمات وعدونا من شهر لشهر. الآن نشخص علاج، سجل علاجة مرضى، وعندما نشوف الضغط والهذا الفحوصات مختبر معنا يعني، ونسجل علاجات شلون برا مسؤوليات خاصة. بقاء الإشكالية في أهم المرافق الصحية الحكومية لقرابة العام في أكبر مدن المحافظة كان ناتجاً عن عجز السلطات الصحية عن توفير الأدوية التي تكلف مبالغ باهظة، ويبقى توفيرها مرتبطاً بتدخل المنظمات الدولية التي يشكل غيابها تعطيلاً واضحاً في المنظومة الصحية بحسب تأكيد المسؤولين. لقناة سهيل الفضائية، عبير علي، محافظة أبين.